بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض اكسرسايز على يونت 1 ليسن 3. السؤال الاول بيقول لي تشوز ذا رايت انسر. طبعا الدرس ده هو درس الماجنت، ماشي، واحنا طبعا مذاكرينه، درس سهل جدا. The natural magnet is one of Eeyore's. الماجنت ده لما اكتشفوه في البدايه خالص كان نوع من انواع ايه؟ هل نوع من انواع الكابر ولا الالومنيوم ولا ايرون ولا كربون؟ طبعا الاجابه ايرون اورس. كان نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع الحديد، ماشي. The natural magnet is one of iron ores. السؤال بعد كده بيقول لي the natural magnet is discovered since 8 years ago. يعني ال natural magnet اكتشفوه من كام سنة؟ طبعا اكتشفوه from 2000 years ago، من 2000 سنة فاتوا، من زمان جدا، ماشي. وطبعا ده احنا شرحناه في ماجنيزيا، اللي هي الراجل اللي كان بيرعى الغنم فلقى حاجه بتمسك في الحديده بتاعته وهكذا. ماجنت هاز 1 2 3 4 بولز. هل الماجنت ليه 4 بولز ولا 3 ولا 2 ولا 1؟ طبعا اني ماجنت هاز 2 بولز، نورث بول اند ساوث بول، ماشي. يبقى احنا عندنا 2 بولز، نورث اند اي اند ساوث. تعال ناخد سؤال تاني بيقول different magnetic poles ايه each other. بص الوقتي الديفرنت، احنا عندنا اصلا two poles north and south، وطبعا لو معايا magnet تاني فالماجنت التاني ده هيبقى فيه north and south. فبيقول لك هنا ايه، اي magnet بيكون عنده بيحصل ايه بين البولز المتشابهة؟ مثلا هنا بيقول لي different، مختلفين. فالمختلفين هيحصل لهم ايه؟ المختلفين هيحصل لهم attract. يعني لو انت جبت نورث مع ساوث هيمسكوا في بعض، هيلزقوا. انما لو جبت نورث وذ نورث او ساوث وذ ساوث، طبعا هي ايه، هيحصل لهم ريبل. فدايما افتكر ان سيميلر ماجنتيك بولز ريبل، سيميلر ماجنتيك بولز اللي هم لايك، يعني اللي هم شبه بعض، ماجنتيك بولز ريبل، انما ديفرنت ماجنتيك بولز اتراكت. All the following materials are not attracted to the magnet except كل دول ما بيتشدوش للماجنت ما عدا مين؟ ما عدا طبعا نيكل. لان احنا كنا خدنا حاجات ماجنتيك، الكوبالت والنيكل والايرون والحاجات دي، دي كلها حاجات اتراكتد تو ذا ماجنت، ماشي، دي اتراكتد. انما اللي نوت اتراكتد بقى البلاستيك والبيبر وكده. فهو بيقول لي هنا كل دول نوت اتراكتد ما عدا مين؟ ما عدا طبعا الايه، النيكل، ماشي. شباب دي كانت مجموعه اسئله على الدرس ده، بتمنى ان انتوا تذاكروها وان شاء الله تكون مفيده ليكم، ونتقابل بإذن الله في فيديوهات تانية كتيرة. كنت معكم مستر أحمد الباشا، باي باي.